معايا كمان محمد هاني المركز التاني مكرر رياضة برضو. يا ايوه محمد مساء الخير، مساء النور، أهلا بيك. اهلا بحضرتك. أنت كنت برضو طالع السادس؟ لا انا العكس، انا كنت الاول لان رياضه بقيت التاني مكرر، ليه لان أنت؟ درجتي ما اتغيرتش، لكن احمد فتحي كان الخامس زاد درجتين بقى الاول. آه أنت رجعت عشان أنت كنت مجاوب صح. ما يعني ما اعرفش صراحه، الوزاره ما حد ما مش مدينا اي معلومات يعني، لكن هم يعني هم استحقوا درجتين طبعا، كلهم اخذوا درجتين، دي يعني حاجه أصل مستحقه هم يعني، ما عملوا فيش. إيه؟ بص هم هو عادوا التصحيح بحيث اللي ففي كان يعني مصححه غلط يعني. اللي كان مجاوب لا، ما جيم هم يستحقوا الدرجات بتاعتهم طبعا، ده حقهم. واحمد فتحي يعني هو انسان محترم جدا يعني، واستحقها اكيد يعني. طبعا بس كانت خليني أقول بتنزل لك يا على محمد بتحب تنزل بس على الفيس وعلى الصفحات، بتحب تاخد اللقطه يعني، ان احنا متضايقين يعني، ان انا كنت الاول ونزلت في الترتيب يعني، دي حاجه عامله لي مشكله، وان انا غضبان يعني ومتضايق. ده طبعا مش مش فارقه صحيح. معايا خالص يعني. انت هتخش هندسة ان شاء الله؟ ان شاء الله عايز قسم ايه؟ الكمبيوتر ان شاء الله. طب ده انت راجل داخل على يعني داخل على منافسة كبيرة جدا طبعا على مستوى كلنا داخلين العالم. كده. نعم؟ ايوه كله داخل كده يعتبر. يعني انت داخل على منافسة كبيرة على مستوى العالم، واكيد مخك اكبر من كده بكتير، وانا طبعا. سعيد ان انت فرحان لزمايلك كمان. لا فرحان لهم طبعا، كلهم ناس محترمة، كل يعني شخصيات محترمة جدا يعني. ألف ألف مبروك يا حبيبي، وإن شاء الله ترفعوا اسم مصر وتغيروا في مستقبلكم ومستقبل عائلاتكم بالدرجات الحلوة اللي جبتوها دي. ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا محمد هاني، المركز الثاني مكرر علم رياضة بعد ما كان الأول مكرر. الحقيقة مش عايز أعيد الكلام اللي قلته، مش عايز أقول بنتلاعب بالناس قد إيه، وحتى لما نسكت ونداري يبقى ادينا الناس حق مش حقهم، واللي ليهم حق ما اديناهوش. ولما يبقى عندنا جرأة زي الوزير الجديد ونعلن، اهو في ناس كانت قدام رجعت لورا، وناس لورا رجعت لقدام. الاحسن ان الواحد يراجع شغله كويس قبل ما يعلن حاجة حساسة ومهمة زي دي.